تذكر كم تزاحمنا نرتله فعلمنا إخاء ما نسيناه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج حق التلاوة. قراءتنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة نواصل ما وقفنا عنده بالأمس عند الآية 49 من سورة غافر، قول الله تبارك وتعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. وتجدون الآية في الصفحة 72 بعد 400 من المصحف الشريف. إذن الآية وإذ يتحاجون في النار هي الآية 47، الآية 47 من سورة غافر. بعد القراءة نستمع إلى مشاركاتكم بعرض التلاوة على رقمي البرنامج 0127-96-62 أو 0127-97-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله،
إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. أيها الإخوة والأخوات، يذكر الله تبارك وتعالى بعد ذكر ما حاق بآل فرعون من سوء العذاب، يذكر الله المحاجة التي وقعت أو التي تقع لأهل النار بعد ذلك. وهذه المحاجة التي تكون بين أهل النار يحج بعضهم بعضا ويتبادلون التهم ويرمي بعضهم بعضا بالجرم والسبق في الجريمة والعصيان، يذكر الله تعالى ذلك بعد أن يبين لنا أين ذهب فرعون، أين فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، إنه يعرض على النار في كل صباح ومساء في كل غدو وعشي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذه من أدلة القائلين بعذاب القبر قبل يوم القيامة، فهم يعرضون على النار في برزخهم، في هذا البرزخ في الحياة التي تكون بين الدنيا والآخرة، يعرضون على النار غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي قراءة ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى دخولهم إلى جهنم وأنهم قد استقر بهم المآل واستقر بهم الحال في نار الجحيم، بين الله ما يقع بينهم وبين أتباعهم، ما يقع بينهم وبين أتباعهم في النار. فهم كما قال الله تبارك وتعالى فأوردهم النار، فرعون أوردهم النار وبئس الورد المورود،
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فهنا تقع المحاجة بينهم في جهنم، وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا، أي يقول الأتباع للمتبوعين من السادة والعظماء والكبراء والأمراء الكفرة الفجر الذين كانوا يدعون أتباعهم إلى الكفر بالله عز وجل، يطلب منهم هؤلاء الضعفاء طلبا: إنا كنا لكم تبعا، أي في الدنيا أنتم تعلمون أننا كنا خدما لكم وجنودا بين أيديكم، ونلتمس رضاكم ونفعل ما تطلبون منا، وكنا مخلصين في هذه التبعية غاية الإخلاص، فنريد منكم أن تغنوا عنا يوما من عذاب الله، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ نريد منكم جزاء ما قدمناه لكم في الدنيا من الحسن التبعية والإخلاص في الخدمة، نريد منكم أن تتحملوا عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، أي كلنا في هذه النار، نحن وإياكم نعوذ بالله، وهذا الحكم علينا بالنار، أو الحكم عليكم بالنار، نصيبنا ونصيبكم الذي قضى به وحكم هو الله، وانتهى الأمر. إن الله قد حكم بين العباد. فإذا عجزوا فيما بينهم عن أن يحمل بعضهم عن بعض شيئا أو نصيبا، يتوجهون بالطلب إلى خزنة جهنم. إذا لا يستطيع أحد في النار أن يتحمل عن أحد شيئا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم الأسباب، لا مجال هنا لأن يحمل بعضهم عن بعض، فتوجهوا إلى المباشرين لهم بالعذاب وهم زبانية النار نعوذ بالله، وهم خزنة جهنم. قال الله تعالى في ندائهم الثاني أو فيما يتعلق بأمرهم الآخر: وقال الذين في النار. وتصوروا معي وتخيلوا كم عدد أولئك الذين في النار، كم أولئك الذين هم حطب جهنم من بني آدم ومن الجن، كم أولئك الأشقياء الذين زج الله تعالى بهم في قعر جهنم، فيهم الكبراء والعظماء والجبابرة، كل هؤلاء والضعفاء والسوقة، كل هؤلاء في نار جهنم نعوذ بالله. هؤلاء جميعا يتوجهون إلى المباشرين لهم بالعذاب وهم خزنة جهنم. قال القرآن: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. ادعوا ربكم ماذا؟ أن يخرجنا من النار. هذا طلب رفض من قبل، رفض هذا الطلب أن يرجعوا إلى الدنيا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا الطلب يكون أول مرة يطلبون هذا الطلب ويتوجهون به إلى الله تعالى وإلى خزنة جهنم، يريدون الخروج. إن خرجنا فإنا لن نعود، إن خرجنا فإنا سنكون من الصالحين الصادقين المخلصين. فرفض ذلك الطلب: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلما لم يلب لهم طلبهم الأول أن يخرجوا من النار، تقدموا بطلب وهو طلب التخفيف، تخفيف العقوبة. وهذا ما يعني درج عليه السجناء من يسجنون وكذا، أنهم يطلبون شيئا من التخفيف، تخفيف المدة أو تخفيف يعني الإجراءات التي فيها قسوة وشدة. فهم أيضا كذلك طلبوا هذا الطلب، تقدموا بطلب واسترحام أن يخفف عنهم يوم من العذاب. قال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد فقط. ماذا قالت الخزنة؟ قالوا: أولم تك تأتيكم رسلهم بالبينات، هل الله تعالى ظلمكم؟ أما أقام الله عليكم الحجة؟ أما كانت المدة كافية والحجة كافية؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، اصرخوا وطالبوا وتقدموا بما تريدون من طلبات. قال القرآن: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كل هذه الطلبات غير مقبولة،
مرفوضة ترد عليهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. نبدأ بأول المتصلين فنرحب به مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا تبعا فهل أنتم يغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل. قطع الاتصال. نعود أيها الإخوة الكرام إلى ما ذكر الله تعالى عن أهل النار، نعوذ بالله من الخزي والنار والعار. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مبينا عز وجل ما أعقب هذا الطلب منهم، قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذا هو التعقيب النهائي على ما كان بين الرسل وأقوامهم. موسى انتصر، بنو إسرائيل الذين صبروا على عذاب ونكال فرعون انتصروا، وفرعون هزم شر هزيمة. وهكذا كل طاغية ومتجبر لا بد أن يهزم شر هزيمة. فالله تعالى يقول إنا، وإن هنا للعظمة، فالنون هنا نون العظمة. فالله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن ننصر، إنا لننصر، واللام هنا الواقعة في الخبر لتأكيد ذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمنون الذين هم أولياء الله منصورون في الدنيا أولا، ومنصورون في الآخرة ثانيا. النصر في الدنيا بالظفر والثبات على الحق، حتى وإن قتلوا، حتى وإن نكل بهم. أصحاب الأخدود كلهم ماتوا، كلهم أحرقوا بالنار. حمزة قتل قبل أن يرى النصر بعد ذلك في فتح مكة. فحتى وإن قتلوا، أنبياء ذبحوا ونشروا بالمناشير، لكنهم في النهاية انتصروا في الدنيا. كيف؟ لأنهم ثبتوا على دين الله، ولأنهم اجتازوا الامتحان والاختبار، فلذلك انتصروا لينتظروا النصر الأعظم الأكبر يوم القيامة، وهو أن يدخلهم الله الجنة ويخزي الله أعداءهم فيدخلهم النار. نعم، هذا متصل، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله يا شيخنا. مرحبا بك وبالمشاهدين جميعا. محمد أحمد بن محمود المنان. مرحبا بك وبأهل المنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم. عبد الله تبدأ بالضم يا شيخ. ها؟ عبد الله تبدأ بالضم؟ لا، مش إدغام.
لي في ودعوا يعني هات ودعوا ادعوا ربكم، يعني مش ادعوا ربكم، ادعوا ربكم. نعم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حسبك بارك الله فيك. حسبك. أيضا معنا متصل آخر، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. حسبك بارك الله. حسبك بارك الله فيك. أيضا معنا متصل، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأي. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. نعم. الآية كم؟ واصل يعني الآية 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها. اللام دي مرققة. لآتية لا ريب. نعم. لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يتكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وصلي. لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
ذلكم الله ربكم خلق كل لا شيء خالق لا خالق خالق كل شيء خالق كل شيء كل كل خالق كل خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. حسبك 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 بارك الله فيك. أيضا معنا متصل آخر. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واصل القراءة. اقرأي وقال من الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. نعم الله الآية 61. نعم 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يجحدون تلخير الجيم. يجحدون يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض غرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. لا فخم الراء. ورزقكم 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 من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. مخلصين له الدين له الدين. ما وقفت يا شيخ؟ لا مش لا أنت ما قلت له دين له دين. لا له الدين. مخلصين له الدين. نعم. الحمد لله رب العالمين. حسبك حسبك بارك الله فيك. نعود أيها الإخوة والأخوات إلى الآيات. فالله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن ينصر عباده المؤمنين كما وعد الله تبارك وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكما قال عز وجل سبحانه وتعالى أيضا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى له الغلبة ولأوليائه النصر والتمكين ولأعدائه الخذلان والهزيمة والخزي في الدنيا والآخرة. ثم هذا النصر أعظمه وأكبره وأظهره وأجله ما يقع يوم القيامة. لهذا قال ويوم يقوم الأشهاد. متى هذا؟ قال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يعتذرون يومها ويقدمون الأعذار ولكنها لا تقبل عند الله تعالى الذي لا يظلم أحدا. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار نعوذ بالله. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات بعد ذلك ما كان من شأن موسى عليه السلام ودعوته وما جاء به، وأنه أشبه ما يكون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق، أي كما صبر موسى حتى جاءه الظفر والانتصار والتمكين، فما عليك إلا أن تسلك سبيله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل سيرة موسى عليه السلام ويستهدي بسيرته. فالله تعالى أمره بالصبر فاصبر إن وعد الله حق. ثم بيّن الله عز وجل واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إذن يعني ينبغي أن تتجلد بهذه الأمور وأن تستعين بها في طريقك وأن تصابر. كثرة الاستغفار فإن أكثر ما يهزم الإنسان أمام عدوه ذنوبه وخطاياه وأخطاؤه هي التي تقعد بالإنسان عن النصر. فالنصر لا يتأخر إلا بسبب يعني أمر ما.
فالإنسان بحاجة إلى أن يتطهر من هذه الذنوب والآثام التي تكون سلاحا في أيدي أعدائنا. فإذا هزمنا فإنما بذنوبنا وتقصيرنا، وإن انتصرنا فإنما هو بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بالاستغفار، واستغفر لذنبك، وأمره بالتسبيح، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهذا الذي أمر الله تعالى به المؤمنين دوما في مقارعتهم لأعدائهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله تعالى بالذكر عند ملاقاة العدو. ثم أيضا أكد الله عز وجل أن المجادلين في آيات الله بغير سلطان يحملهم على هذا الكبر الذي في قلوبهم. فهؤلاء جميعا يعلمون الحق، يعلمون أن ما جاء الله تعالى أو ما جاء من عند الله حق، لكن الذي يحملهم على ذلك الكبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، ما هم ببالغي، وإنما سيموتون غيظا بما في قلوبهم حنقا، وسيكبتهم الله تبارك وتعالى، ولن ينالوا شيئا مما يريدونه، فيموتون بما في قلوبهم من الحسد والكبر والغطرسة، كما مات فرعون يعني وهو يصرخ يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا هو شأن الطغاة والمتجبرين. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا بأن هؤلاء يعني الذي حملهم على ذلك هو الكبر، كما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وكما قال عز وجل في أول سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالذي حملهم على هذا هو الظلم والعلو، وهذا يدل على أن الأكثر على أن المجادلين أكثر المجادلين الذين يجادلون في آيات الله تبارك وتعالى يعلمون الحقيقة. والسورة كما بينا في أولها تتحدث عن هذه المسألة، تؤكد عليها في مواضع شتى، لأنه من أكبر الأشياء التي تعيق أمر الهداية والدعوة وانتشار الإسلام كثرة الشبهات التي تلقى في طريق الدعاة والهداة. هذه الشبهات أكثر ما تكون من المجادلين بالباطل. فكأن هذه السورة خصصت يعني للحديث عن الجدال بالباطل، يعني ما هو الجدال بالباطل وما هو غاية المجادلين بالباطل من أول السورة إلى آخرها. يعني في أول السورة وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ثم ذكر الله مثلا لهذا الجدال بالباطل ما كان من فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني جادل بالباطل ومؤمن آل فرعون يدعوه إلى الحق، وهو حتى قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لكن الله تعالى في النهاية نصر المؤمن ونصر المؤمنين معه وأهلك الله تعالى فرعون. فما هي نهاية الجدال بالباطل؟ نهاية الجدال بالباطل أن المجادل في آيات الله بغير سلطان مآله إلى جهنم. وسيأتينا في آخر السورة بأن كثيرا من هؤلاء يستخدمون علوم عصرهم في الوقوف ضد الحق الذي جاء من الله. قال تعالى في آخر السورة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استخدموا العلوم علوم عصرهم كما يفعل اليوم يعني كثير من هؤلاء الذين يحاولون تزهيد الناس في الدين وفي القرآن وفي الشريعة وفي الإسلام بحجة يعني التطور والعلوم العصرية والاكتشافات ونحو ذلك. فهذا قديم جدا ليس جديدا، استخدام علوم العصر في المجادلة في آيات الله بغير سلطان. نعم معنا هذا المتصل، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك التحية شيخنا الجليل معك أبو ذر الغفاري من كوستي. مرحبا بك يا أبا ذر، مرحبا بك، تفضل. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم قالوا هات القاف يا أبا ذر. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين اللام عليها فتحة، رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حسبك يا أبا ذر، أحسنت. أيضا معنا متصل، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. انتبهي، معذرتهم سوء الدار ضمة في الاثنين. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. كبر، إذا وقفت على كبر ترقيق الراء، إلا كبر. نعم. إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. حسبك، أحسنتي. أيضا معنا متصل، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، واصل القراءة إن شاء الله. نعم. معكم الرميساء من السمراء. مرحبا يا أم الرميساء، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون حسبك بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات نعود إلى الآيات الكريمات، وفي هذه الآيات أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قدرته عز وجل، ولخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم بين عز وجل أهمية الدعاء أيضا في هذه الآيات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية هي حجة القائلين بأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فلذلك لا يجوز صرف الدعاء إلى غير الله، لا يجوز أن تسأل غير الله تبارك وتعالى، لأن الله يغضب إذا سألت غير الله عز وجل، فإن الله تعالى يغضب أشد الغضب، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه هي المحكمات من البينات والبراهين في هذا الباب، هذا هو المحكم، ولكن الذين في قلوبهم زيغ يتركون هذا المحكم ويتبعون ما تشابه منه، فيذهبون إلى بعض النصوص والآثار التي في أقل أحوالها أنها أنه يجب تأويلها وفق هذه وفق هذه النصوص المحكمة، هذا إن ثبتت، مثل الأثر الذي فيه أن من يعني أضاع شيئا في بيداء أو في صحراء أو في سفر فإنه ينادي يا عباد الله، فهذا لا يمكن أن يقاوم نصا مثل هذه النصوص الواضحة البينة في حرمة دعاء غير الله تعالى، وأن ذلك صرف للعبادة إلى غير الله عز وجل. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث الذي هو أشهر بكثير من هذه التي يستند إليها هؤلاء من المتشابهات، قولي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذه من أوضح ما يكون. فكيف يترك هذا المحكم إلى أشياء أخرى لمتشابهات؟ هذا الذي حذر القرآن منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون ما تشابه منه، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فإذا الله عز وجل وعد من يدعوه بأن يستجيب دعاءه، قال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء، لأن الدعاء المتقبل المقبول من الله هو ذلك الدعاء الذي اشتمل على شروط القبول، فيكون هم الداعي هو توفير هذه الشروط في دعائه. قال عليه الصلاة والسلام:
وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام. هذا أول مانع من الموانع، من موانع الإجابة، ومشربه حرام وغذي من الحرام، ملبسه وغذي من الحرام، فأنا يستجاب له؟ يعني كيف يستجيب الله تعالى له وهو قد تلبس بموانع الإجابة؟ فإذا يعني الدعاء لا يستجاب بسبب موانع وعدم توفر الشروط، يعني في هذا الدعاء كان يكون في هذا الدعاء شرك بالله عز وجل، كما يحصل لبعضهم يدخل في دعاء الله تبارك وتعالى دعاء غيره من أنبياء أو الأولياء أو صالحين، ها فهو بهذا يعني لم يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، فلا بد في فالشرط الأول الأساس لقبول الدعاء الإخلاص، أن يكون هذا الدعاء مخلصا لله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تشوبه شائبة من شرك، فإذا وجد هذا الشرك فكيف يكون هذا الدعاء؟ ولذلك حتى المشركين، يعني المشركين الله تبارك وتعالى يستجيب لهم يوم أن يتركوا الشرك الذي هم فيه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما الذي حصل؟ أنهم دعوا الله في لحظة من لحظات الشدة والكرب، دعوا الله عز وجل يسألون الله تبارك وتعالى بإخلاص أن ينجيهم مما هم فيه، فاستجاب الله له وهم مشركون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله. وإذا لا بد من يعني الاهتمام بشروط الاستجابة أو إجابة الدعاء، ولا بد من الحذر من الموانع التي تمنع الاستجابة. وقد يؤخر الله تعالى الاستجابة لحكمة، فقد يكون الأنفع للعبد هو أن يستجيب الله تعالى له في غير هذا الموطن وفي غير هذا الشر. ربما هذا الشيء الذي يسأل الله تعالى فيه ويلح في الدعاء ليس خيرا له، فالله لا يضيع دعاءه، وإنما ربما صرف عنه مثل هذا الخير، صرف عنه شرا، ربما ادخر الله تعالى له خيرا من هذا الدعاء، خيرا من هذا الشيء الذي طلبه، وربما الله سبحانه وتعالى ادخر له ذلك يوم القيامة، بحيث أن الله عز وجل يجعل له ذلك يوم القيامة. لكن الوعد الإلهي نافذ، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم بين الله عز وجل صفاته وما يتصف به من العظمة ومن الربوبية ليدلل الله تبارك وتعالى للإشارة إلى حقيته في الإلهية. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم هذا هو معبودكم، فهل أحد من المعبودات ومن الآلهة الأخرى يتصف بهذه الصفات؟ فإذا لم يكن كذلك فكيف تشركون مع الله تعالى آلهة من دونه ومعه؟ هذا هو يعني ما يريد الله تبارك وتعالى أن ننتبه إليه في توحيده إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نشير إلى بعض الكلمات التي يحسن أن ننتبه إليها في أحكام التجويد. سمعت كثيرا من الأخوات يقرأنا، أو الأخ بعض الأخ أيضا يقلب القاف غينا والغين قافا، ونحن قلنا من قبل إن هذا من اللحن الجلي، هذا من اللحن الجلي، لأن الكلمة تتحول يعني أحيانا يتحول المعنى بسبب ذلك. فمثلا قال، لما يعني نقول غال، يعني هذا الغال غير قال، فيتحول المعنى يعني يعني. وكذلك مثلا يقتلون يغتلون ونحو ذلك، وقلنا إنه هذا ربما يكون يعني يؤدي إلى فساد عظيم في المعنى، كالذي يقرأ مثلا فغدرنا فنعم الغادرون أعوذ بالله. فإذا ننتبه إنه يعني ينتبه إلى الاستماع الصحيح لكيفية مخرج القاف حتى ننطق النطق الصحيح. النطق الصحيح يحتاج إلى الاستماع الصحيح، نستمع استماعا صحيحا إلى القراء المجيدين. إذن القاف دائما نقول يخرج من أقصى اللسان من قرب اللهاء، فهو حرف لهوي، وهو يخرج يخرج من صفاته انحباس الصوت، ولذلك هو حرف شديد أق. أما الغين فهو حرف رخو، فهو الصوت فيه يجري لأنه ويخرج من الحلق. كذلك أيضا
ننوه إلى بعض الكلمات في مثل قول الله تبارك وتعالى: قال الذين استكبروا إنا كل فيها. هذه الكاف لا بد من إظهار الهمس فيها، استكبروا. ما إن في صدورهم إلا كبر. نبهت قبل قليل الأخت إلى أن هذه الراء مرققة، هذه الراء مرققة، وسبب ترقيقها أنها ساكنة وقبلها كسر أصلي وفصل بينهما فاصل غير حرف استعلاء. هذه هي القاعدة، القاعدة أن الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي كبر، الكاف يعني مكسورة كسرا أصليا وفصل بين الكاف وبين الراء الباء، والباء ليس حرف استعلاء، فعند ذلك نرقق الراء. كبر، سحر، ويعني ذكر، في كل ذلك إذا وقفنا عليه فإننا نرققه. ذكر، كبر، لا نقول كبر، لا، كبر بالراء المرققة. أيضا كذلك فيما يتعلق بالوقف، أشرت بهذا إلى الأمس: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. لا بد من الوصل هنا حتى يتم المعنى. وأيضا كذلك: إذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. ما يحسن أن نقف على للذين استكبروا ثم نقرأ ما بعد ذلك، لا بد من الوصل، لأن إنا كنا لكم تبعا هذا مقول القول، ومقول القول لا بد من وصله بما قبله. نعم، كما تشاهدون ها في الآية يعني الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فلا بد من الوصل حتى يستقيم المعنى. أيها الأحبة الكرام، فيما بقي من الوقت نقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى هذه ما تبقى من هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا